دابا شفنا جوج ديال التعريف، شفنا التعريف ديال ان سباس فيكتوريال وشفنا التعريف ديال ان سوي سباس فيكتوريال، وهادو راه ماشي نفس الحاجه، راه من السميه راه ماشي نفس الحاجه. هذا سباس فيكتوريال وهذا سو سباس فيكتوريال، وكل واحد فيهم عنده التعريف ديالو. التعريف ديال سباس فيكتوريال خاص تكون عندي او بلس ان جروب كوميوتاتيف، ويتحقوا ليا هذوك ربعات ديال لي زاكسيون، دوك ربعات العلاقات يكونوا متحقين. ثم في السو سباس فيكتوريال يكفي ان اف يكون ضمن او، ويكون عندي كيلكو سوا اكس ايكغاك كيلكو سوا الفا بيتا، كومبينيزون لينير ديال اكس ايكغاك يعني الفا اكس زائد بيتا ايكغاك تكون في اف او لا تبقى في اف. هذا التعريف ديال ان سوي سباس فيكتوريال. اذا راه ما كنهضروش على نفس الحاجه، لكن هاد لا بروبوزيسيون هادي غتعطيني واحد المعلومه مهمه. ان سو سباس فيكتوريال اي ان سباس فيكتوريال. اذا نفهموا مزيان هاد القضيه شنو كنقصدوا بها. دونك ان سو اسباس فيكتوريال est un espace vectoriel, soit E un cas espace vectoriel et F inclus E une partie non vide de E. On a équivalence entre les deux propositions suivantes. Première proposition, la partie F est un sous-espace vectoriel de E. La deuxième proposition, munie des lois de E restreinte à F, F plus point est un cas espace vectoriel. هاد لي دو بروبوزيسيون سون ايكيفالونت، كاين تكافؤ بين هاد الجوج هادو. يعني الا كانت اف ان سو اسباس فيكتوريال راها ان اسباس فيكتوريال، يعني حتى سو اسباس فيكتوريال حتى هو كيحقق ليا هادوك الشروط اللي شفنا في اللي شفناهم في التعريف ديال التعريف الاول ديال ان اسباس فيكتوريال. اذا لا ديمونستراسيون راها سهله، يكفي اننا ننطلقوا من لا ديفينيسيون ديال سو اسباس، غنطلقوا منها وغادي نمشيو نبينو هادوك لي زاكسيوم اللي عندي، هادوك ربعه ديال لي زاكسيوم اللي عندي في التعريف ديال ان اسباس فيكتوريال. دونك اللي بغا يدير لا ديمونستراسيون اولا اللي قرا لا ديمونستراسيون راه هادي هي اللي دايرها. اذا فاش كتنفعني هاد لا بروبوزيسيون هادي؟ نورمالمون في الاسئله كيجوني بهاد الصيغه، دونك بوحده في هاد جوج صيغ هادو، سوا كيقول لي مونتري كو اف un sous-espace d'un sous-espace vectoriel de E بحال هكا، وهنا كنمشي نطبق يعني التعريف ولا لا كاركتيريزاسيون اللي شفنا. كناخذ جوج لي زيليمون من اف وجوج لي سكالير ونبين لي كومبينيزون لينير ديالهم كتبقى في اف مي قبل اف انكلوف او اف ديفيرون دو لونسومبل فيد. اولا كيجيني السؤال بطريقه اخرى، مونتري كو اف تان اسباس فيكتوريال ولا كان اسباس فيكتوريال. فهنا شنو كندير؟ حسب هاد لا بروبوزيسيون هادي يكفي انني نبينو ان سو اسباس فيكتوريال. دونك هنا il suffit de montrer que f est un sous-espace vectoriel de E. يكفي نبينو ان سو اسباس فيكتوريال من ان اسباس اللي انا ديجا كنعرفو. شنو هما لي اسباس اللي كنعرف؟ لي اسباس دي بولينوم، لي اسباس دي فونكسيون، لي اسباس دي سويت، لي اسباس ار على بويسونس ام. دائما نبقاو نخدمو هنايا، يعني هذاك لونسوم اللي غادي يعطيني سوا فيه لي فونكسيون، سوا فيه لي تريبلي ولا فيه لي ان او بلي، سوا فيه لي كوبل، سوا فيه لي فونكسيون ولا فيه لي سويت. فكنشوف هذاك لي سباس اللي عطيني شنو هي المجموعه اللي انا خدام فيها، ياك صافي. وكنبينو سو اسباس، كنبين اف سو اسباس من هذاك لي سباس اللي انا خدام فيه. مثلا ملي عطيني مثلا هذه اف ايغال لونسومبل دي كوبل اكس ايغراغ من ار كاري تيل كو اكس موان ايغراغ ايغال زيرو مثلا، فغيقول لي مونتري كو اف ايت ان اسباس فيكتوريال. شنو غادي ندير؟ يكفي نبينو ان سو اسباس فيكتوريال من ان اسباس ايزيال اللي كنعرف. شنو هو الاسباس ايزيال اللي غنخدم به هنايا؟ بما انني خدام في لي كوبل اذا غنخدم بار كاري، صافي. يعني غنبين بلي اف انكلوف ار كاري هادي ايفيدونت، بديهيه اف راه انكلوف ار كاري. نبين بلي اف ديفيرون دو لونسومبل فيد، يكفي نلاحظو ان الزيرو، الزيرو ديال ار كاري اللي هو زيرو زيرو ابارتيان، دونك راه كيحقق هاد المعادله هادي. ثم ناخذ جوج لي زيليمون من اف، ناخذ جوج لي سكالور، نبين بلي كومبينيزون لينير ديال هذوك لي دو زيليمون من اف كيبقى في اف. اي دونك كنكون بينت بلي اف راه ان اسباس
فيكتوريال صافي. اذا هذه هي الفائده ديال هاد لا بروبوزيسيون هادي، وراه كتنقص عليا بزاف ديال الخدمه، لانه الا جيت نستعمل هذاك التعريف الاولاني غادي نضيع بزاف ديال الوقت. فيكفي انني نبين ان سو اسباس فيكتوريال. الوغ غنشوفو دابا لانتيرسيكسيون اي لونيون دو سو اسباس فيكتوريال. اذا في الامثله اللي كنا شفنا سابقا شفنا جوج الامثله، واحد فيه لونيون، جوج فيهم لونيون، واحد فيه لانتيرسيكسيون. وقلنا باللي لانتيرسيكسيون راه كيكون دائما ان اسباس فيكتوريال، حنا ما جاوبناش على السؤال. واليونيون قلنا باللي ما كيكونش اليونيون، كيمكن لك تلقى ان كونتر اكزومبل. دابا غنهضروا على هذه القضيه بالتفصيل ونفهموها مزيان. الوغ بروبوزيسيون اون انترسيكسيون دو سو اسباس فيكتوريال اي انكور ان سو اسباس فيكتوريال. نذكروا شويه بالانترسيكسيون اي اليونيون، غادي ناخذ او دونك هذا الاسباس الكبير اللي نخدم فيه، وغادي ناخذ جوج لي بارتي من او. مثلا غناخذ هذه A و هادي B، هادو دو بارتي أو لا دو سو إسباس فيكتوريال من E، ياك؟ إذا ناخدوهم كيتقاطعو بحال هاكا، هادا هو B. إذا فين هو لونيون ديالهم؟ لونيون ديالهم هما كناخد لي زيليمون ديال A زائد لي زيليمون ديال B، يعني كناخد كلشي، داكشي اللي كاين في A و داكشي اللي كاين في B، هادا هو A أونيون B. هذا اللي بالخضر سي ا يونيون بي، وبالنسبه للانترسيكسيون ديالهم هو هادشي اللي بالاحمر، هو التقاطع ديالهم العناصر اللي كاينين في او كاينين في بي في نفس الوقت. دونك هذا اللي بالاحمر هو ا انتر بي، دونك هذا سي يونيون دو ا و بي، وهذا سي الانترسيكسيون دو ا و بي. alors شكون تقول لي هاد لا بروبوزيسيون هادي؟ كتقول لي بلي لانترسيكسيون راه ان اسباس ولا ان سو اسباس فيكتوريال. نبينو هاد القضية هادي بنفس الطريقة كيف ما كنبينو دائما ان سو اسباس فيكتوريال. اذا شنو غادي ندير؟ اول حاجة حنا غادي ناخدو ماشي غير جوج لي بارتي، غادي ناخدو بصفة عامة ان بارتي، يعني واخا ناخد بزاف ديال لي بارتي هنايا. فغناخد ا1 ا2 حتى ال ان، ولا كيف مسمينهم هما، مسمينهم اف اي، ياك؟ اف اي يعني اف 1 اف 2 حتى ال اف ان. دونك غادي ناخذ اف 1 اف 2 جوسكا اف ان، هادو دي سو زي سباس فيكتوريال دو مونطرون كو لانترسيكسيون ديالهم، رمزو له بحال هكا، لانترسيكسيون دي اف اي تن سو اسباس فيكتوريال دو. يعني هنا في بلاصه ما نخدمو غير بجوج، بصفه عامه اللي عندي بزاف ديال لي بارتي، هنا كنقول لانترسيكسيون ديال اف اي يعني اف 1 يونيون اف 2 يونيون اف 3 حتى الاف ان، يعني خدينا ان بارتي مثلا. دونك بنفس الطريقه اول حاجه نبينو بلي هاد لانترسيكسيون راه ديفيرون دو لونسومبل فيد، يعني خاصنا نلقاو على الاقل ان لي ممكن في اف اي. ودائما شنو قلنا كنشوفو؟ كنشوفو الزيرو. حنا كنعرفو بلي هادو هاد ال F1 F2 حتى ال Fn كلهم سون دي سو اسباس فيكتوريال، كيف ما قلنا في واحد الملاحظة سابقا بلي ان سو اسباس فيكتوريال ضروري يكون فيه زيرو. دونك زيرو كاين في F1 كاين في F2 كاين في F3 وكاين في Fn، ياك؟ كاين فيهم كاملين. اذا الا كان فيهم كاملين يعني كاين في الانترسيكسيون ديالهم، ياك؟ قلنا شنو هو الانترسيكسيون؟ هو لي زيليمون اللي كاينين في اللي كاين في A و في B في نفس الوقت. إذن هنا الانترسيكسيون ديال اف اي هما لي زيليمون اللي كاينين في اف 1 وكاينين في اف 2 وكاينين في اف 3 وكاينين فيهم كاملين. إذن الزيرو ابارتيان الانترسيكسيون دي اف اي. نديرو هنايا لا جيستيفيكاسيون، علاش؟ كار زيرو ابارتيان اف اي كيلكو سوا اي، كيلكو سوا اي، يعني الزيرو كاين في اف 1 كاين في اف 2 كاين في اف 3 حتى لكاين في اف ان. زيرو او هنايا على سنة كنبقاو نكتبو غير زيرو. تاني حاجة بالنسبة لهاد الانكلوزيون هادي راه بديهية، الانترسيكسيون دي اف اي راه انكلو في او، شي حاجة بديهية هادي، لأنو هاد لي اف اي كلهم وسط من او، إذا حتى التقاطع ديالهم غادي يكون وسط من او. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخد
soit une autre taille, d'accord, x et y, min e, min, enfin, min head l'intersection des fi, on a juste les scalaires, c'est mis alpha et bêta. Alors, Hassan Vignogli montre en Q alpha x, z et bêta, y appartient à l'intersection des fi. Donc, je vais dire rien. هذه نستعملوا باللي هاد F1 F2 كلهم سون دي سو اسباس فيكتوريال دير شوف معايا دابا الا كان x كينتمي الا كان x و y بجوجهم كاينين في الانترسيكسيون دي اف اي ما معنى القضية هادي معنى ان x و y كاين في F1 كاين في F2 كاين فيهم كاملين ياك حسب التعريف ديال الانترسيكسيون دونك x و y appartient à FI quel que soit i ياك وبالتالي الا كان x في fi اذا الا خديت x وضربته في عدد حقيقي ولا عدد عقدي يعني في سكالر غيبقى في fi لان fi راه ان اسباس فيكتوريال دونك الفا في x و y غنضربو في بيتا و بيتا في y حتى هو غادي يكون في fi ياك اذا الا كان الفا x و بيتا y بجوج بهم في fi فلا الصوم ديالهم المجموع ديالهم حتى هو غادي يكون في fi اذا الفا x زائد بيتا y ابارتيان ا fi كيل كو سوا اي حتى هي دونك باش تفهموا هاد القضيه مزيان اللي كيلقى مشكل في هاد لي زانديس في هاد الاي هذا تقدروا تاخذوا غير جوج تاخذوا غير ا و بي ولا اف ا و اف 2 تفهموا هاد الامر هذا ما حنا خدمنا هنا بصفه عامه دونك صافي بينا بلي الفا اكس زائد بيتا y كاينه في اف اي كيلكو سوا اي يعني كاينه في اف ا كاينه في اف 2 كاينه حتى الاف ان يعني ان الفا اكس زائد بيتا y كاين في الانترسيكسيون دي اف اي ياك دونك صافي هادشي اللي بغينا نبينو حنا دونك الانترسيكسيون دي اف اي تنسو اسباس فيكتوريال دو اي كما قلنا نتوما خذوا غير اللي لقى مشكل في هذه لا ديمونستراسيون هذه ياخذ غير ا و بي جوج لي بارتي ولا جوج لي سو اسباس فيكتوريال ويبين الانترسيكسيون ديالهم راه بنفس الطريقه الوغ هادشي بالنسبه للانترسيكسيون دابا نتكلموا شويه على لونيون واش لونيون ان سو اسباس فيكتوريال ولا لا دونك غنعطيكم دابا واحد لا بروبوزيسيون نورمالمون غادي تلقاوها في ان اكزيرسيس Alors, on a dit comme la proposition il y a dit. Alors, il y a dit A et B du sous-espace vectoriel de E. Alors, A union B d'un sous-espace vectoriel de E si et seulement si. Si et seulement si, soit A inclut B ou B inclut A. Idem l'union va être un sous-espace vectoriel. Idem au fait qu'il est un واحد فيهم inclut l'autre. Soit qu'on A inclut B ou B inclut A. يعني A ضمن B ولا B ضمن A. هذه هي الحاله الوحيده اللي غيكون فيها لونيون ان اسباس فيكتوريال. يعني خاص ضروري سوا تكون في حال هكا. هذا هو E. هذه مثلا A خاص تكون عندي B هنا لداخل وسط من A. او لا تكون في حال هكا هذا هو E يكون العكس يكون هذا B وأوسط منها هذه هي الحالة الوحيدة اللي غادي يكون فيها لونيون شنو هو لونيون في هذه الحالة هذه في الحالة الأولى مثلا هنايا لونيون هو لي زيليمون دو أ دي ناخذهم بالخضر ولي زيليمون دو بي إذا هو نفسه أ لونيون في هذه الحالة هو نفسه أ وفي الحالة الثانية إلا خديت لي زيليمون ديال بي وزدت عليهم لي زيليمون دو أ هو نفسه بي ياك إذا هذه هي الحالة الوحيدة اللي تيكون فيها لونيون أن إسباس فيكتوريال اذا اللي بغى يخدم هاد ليكيفالونس هذا راه غالبا غادي تلقاو في ان اكزيرسيس وبالتالي كيف ما هضرنا سابقا فاش يعطيني لونيون يقول لي واش هذا ان اسباس فيكتوريال دائما كنقلب على ان كونتر اكزومبل باش كون الطريقه اللي كنقلبوا بها على ان كونتر اكزومبل عطيني ا اونيون بي كنمشي كناخذ ان ليمون من ا كنمشي كناخذ ان ليمون من بي وكندير كومبينيزون لينير ديالهم كيف ما بغيت غالبا ناخذ مثلا لاصوم ديالهم هاد لاصوم ديالهم ك
كنلقى انه ما كاين لا في ا لا في بي، اذا ما كاينش في لونيون ديالهم. اذا لقينا جوج لي زيليمون لي كومبينيزون لينير ديالهم ما كاينش في ا اونيون بي، وبالتالي كنستنتجو بلي ا اونيون بي ني با ان اسباس فيكتوريال. غادي ندوزو دابا لنوتر بارتي في الدرس، غادي نشوفو شنو كنقصدو بلو فيكت ولا لو سو اسباس فيكتوريال اونجوندري بار اون بارتي. الو غادي ناخدو ان اسباس فيكتوريال او، وغادي ناخدو ا اون بارتي دو او، دونك ا مجموعة جزئية من المجموعة. الو شنو هو لو فيكت دو ا؟ هو اصغر سو اسباس فيكتوريال كونتونو اصغر اسباس فيكتوريال لي وسط منو غتكون المجموعة كيتسمى لو فيكت دو ا. مثلا هو هذا، مثلا الا كان هذا اللي بالخضر هو اصغر مجموعه ولا اصغر سو اسباس فيكتوريال اللي وسط منه كاينه ا، هذا راه هو لو فيكت دو ا، كيتسمى لو سو اسباس فيكتوريال اونجندري بار ا. الوغ سوا ا اون بارتي دو كا اسباس فيكتوريال اون ابيل سو اسباس فيكتوريال اونجندري بار ا لو بلو بوتي سو اسباس فيكتوريال دو او كونتينو ا، اون لو نوت فيك دو ا. اي اون الفيك دو ا هو الانترسيكسيون دو اف افيك اف ان سو اسباس فيكتوريال دو ا، يعني هو كناخدو لي سو اسباس فيكتوريال اللي كاين وسط منهم ا وتنديرو الانترسيكسيون ديالهم. الانترسيكسيون ديالهم كيعطيني اصغر انصومبل وسط منو ا. باش نفهمو مزيان هاد الفكرة هادي، شوفو معايا كنبرو شوية هاد لو ديسان هذا باش نفهمو علاش الفيك دو ا هو التقاطع ديال لي سو اسباس فيكتوريال اللي فيهم ا. الو غادي ناخدو هذا هو او، ياك غادي ناخدو هذه هي ا، ثم غادي ناخدو كاع لي سو اسباس فيكتوريال اللي وسط منهم ا. مثلا هذا ناخدو شي لون اخر غير باش تفهمو مزيان الفكره. ناخدو مثلا هذا، لاحظوا معايا بلي هادو هاد ثلاثه لي اسباس اللي خديت كلهم كاين وسط منهم ا، ياك. فشنو غادي ناخدو هنا؟ غادي ناخدو الانترسيكسيون ديالهم. الانترسيكسيون ديالهم فين هو؟ غادي ناخدو شي لون اخر. او التقاطع ديال هادو بثلاثه، لاحظوا معايا بلي التقاطع غادي يجيني هنا، يجيني هادشي اللي غادي ناخذ بالصفر. هذا هو التقاطع ديال لي سباس اللي بالخضر، لي سباس اللي بالاحمر، وهاد لي سباس اللي بالبنفسجي. اذا شوفوا معايا بلي هذا اللي بالصفر راه هو اصغر اسباس فيكتوريال كاين وسط منو ا، راه صغر من اللي بالاحمر وصغر من اللي بالخضر وصغر من اللي بالازرق، اذا صغر منهم كاملين. اذا داكشي علاش لو فيكت دو ا راه هو الانترسيكسيون ديال لي سو اسباس فيكتوريال كونتينو، يعني لي سو اسباس فيكتوريال اللي كاين وسط منهم ا. صافي دونك ندوزو دابا اون بروبوزيسيون، غادي نهضروا على حاله خاصه دابا ان كاب بارتيكولي فاش كيكون ا اون فامي فيني. دونك غنفهمو مزيان شنو كنقصدو بهاد القضية. ألوغ بروبوزيسيون سو اسباس فيكتوريال اونجوندري باغ اون بارتي فيني، بارتي فيني يعني بارتي اللي العدد العناصر ديالها منتهي، مجموعة منتهية، سواء ان نونتي ناتورال اي ان ايكال اكس ان اكس دو حتى اكس ال اون بارتي فيني ا ان اليمون دو او. لو سو اسباس فيكتوريال اونجوندري باغ ا et l'ensemble des combinaisons linéaires finies d'éléments de A. يعني نفس الافكار او نفس الشيء اللي هضرنا عليه في الديفينيسيون الاولى، غير واحد المره غادي ناخذوها اون بارتي فيني، يعني العدد العناصر ديالها محدود. غادي ناخذ كمثال العدد العناصر ديالها هو ان x1 x2 حتى xn، دونك A فيها ان اليمون، دونك A راها اون فامي ولا اون بارتي فيني. اذا هاد لا بروبوزيسيون شنو كتقول ليا؟ كتقول لي بلي الفيكت دو ا شنو كيساوي؟ يعني اصغر اسباس فيكتوريال كاين وسط منو ا ما هو الا المجموعه ديال لي كومبينيزون لينيير ديال لي زيليمون دو ا، يعني المجموعه ديال التاليفات الخطيه ديال هاد العناصر هادو، يعني هي هادي سيغما لون دو اي اكس اي دو اي ايكال ا جوسكا ان. بطريقه اخرى هي لوندا ان في اكس ان، يعني غادي ناخد كومبينيزون لينيير ديال هاد العناصر ديال ا، زائد لوندا دو اكس دو حتى لوندا ان اكس ان، صافي افيك
avec les lambda 1, et les lambda 1 ou lambda 2, et les lambda n, ce sont des scalaires, il y a des éléments de k. Ça veut dire il y a le vecteur de a, mais où il y a les combinaisons linéaires, les combinaisons linéaires, là, réellement, alors, mettez-le, il y a x1, il y a juste là, c'est x1 ou x2, chaque qui a une combinaison linéaire, il y a juste. Alors, infini. Mettez-le, on dire x1 moins x2, x2 moins x1, racine de 2 fois x2 moins i fois x1, il y a les combinaisons linéaires. Fait les combinaisons linéaires comme x1, le dit x1 ou x2, xn, et le vecteur, et le sous-espace vectoriel engendré par. Donc, le sous-espace vectoriel engendré par une famille, une partie finie. Idem. Une remarque. Alors, je vous est-ce que nous voyons le vecteur de l'ensemble vide. Yani, chnouwa, asrar, espace vectoriel, likinos menu l'ensemble vide. Asrar, espace vectoriel, ou le singleton 0e. Yadi gan khasni ngoula fil loul, belli 0, 0 bouhdo, un ensemble, un espace vectoriel. Donc, asrar espace vectoriel, mon qui connaissons maintenant l'ensemble vide. L'ensemble vide, il y a même fait chi haja. Il y a l'espace qui est plus grand que l'ensemble vide. Alors, le vecteur, il y a 0e. Tu m'as dit le vecteur de e. Asrar espace vectoriel, qui connaissons maintenant e. Où est-ce que e? Aslan, ma kienx chi haja ktar min e. E, ou l'espace kamel, rahou e. إذا أصغر إسباس غتكون وسط منه أو هو أو نفسه شي حاجة أخرى ما يمكنش لأنه ما يمكنش ناخد شي حاجة أكثر من أو تاني حاجة لقضية أخرى إذا كان أ أن إسباس فيكتوريال أو أن سو إسباس فيكتوريال شنو كيساوي لو فيك دو أ في هاد الحالة لو فيك دو أ أصغر إسباس في أو أصغر سو إسباس فيكتوريال كاين وسط منه أ هو نفسه أ لأنه أ راه أن سو إسباس فيكتوريال شوف معايا هذا او وهذا أ كنقلبوا على اصغر سو اسباس فيكتوريال كاين وسط منه أ هو نفسه أ لان أ راه ان سو اسباس فيكتوريال هنا في هاد في التعريف هذا كنهضروا على أ اون بارتي كيفما كانت تقدر تكون أ ماشي سو اسباس فيكتوريال مع هذا اللي كنحسبوا لها الفيكت ديالها اذا هنايا زادتني طريقه اخرى باش نبين بلي واحد لونسومبل راه ان اسباس فيكتوريال يكفي أننا نبينو أنه كيكتب على شكل الفيكت ديال اون فامي الفيكت ديال اون فامي مثلا هنايا هذا الفيكت دو أ يعني هو الفيكت أشنو هي إكس أ إكس دو حتى إكس إن يعني إلا بينت بلي أن لونسومبل عاطينو ليا بينتو بلي كيتكتب على شكل الفيكت ديال شي حاجة ديال اون فامي راه صافي كنكون بينت بلي راه ان سو اسباس فيكتوريال باش تفهموا مزيان هاد الفكره هادي غادي ناخذوا هاد المثال غادي نخدموا في ار 3 في لونسومبل ار 3 وغادي ناخذوا هاد لونسومبل هذا اف مثلا هو لونسومبل لي تريبل اكس واي زد من ار 3 بحيث مثلا اكس زائد واي ناقص 2 في زد كتساوي 0 هذا هو اف إذن كنعرفو كيفاش نبينو بلي اف راه ان اسباس فيكتوريال بالطريقة اللي شفنا سابقا كنبينو ان سو اسباس فيكتوريال ديال ار 3 بنفس الطريقة غادي نشوفو دابا اون دوزيام ميثود شوف معايا غادي ناخدو ان اليمون من اف دونك غادي نكتب هنا سوا اكس واي زد ان اليمون من اف شنو كاين هادشي كاين بلي اكس زائد واي ناقص جوج زو كيساوي زيرو إلا كان هذا من اف يعني انه يحقق هذا الشرط هذا ثم غادي نخرج اكس اون فونكسيون ديال واي وزد او لا واي اون فونكسيون ديال اكس وزد او لا زد اون فونكسيون ديال اكس واي اللي بغيت المهم وحده فيهم اون فونكسيون ديال لي زوطر تبقى عندي مثلا اكس كيساوي جوج زد ناقص واي ياك اذا هادشي غادي يعطيني باللي
غادي نعاود نرجع لهداك اكس واي زد اللي خديت اكس واي زد يساوي. دابا هنا شنو غادي ندير؟ اكس غنعوضها انطلاقا من هادشي اللي خرجت، دونك اكس راه هي جوج زد ناقص واي، ياك واي وزد غادي نخليهم بحال هكا. شنو غادي ندير دابا؟ دابا غادي نبدا نعمل باي وبالزد. نعمل اول حاجه باي، تبقى عندي واي فوا هنا فاش مضروب باي، نضربها في ناقص واحد. هنا فاش مضروبة إيكغاك نضربها في واحد، وهنا فاش مضروبة إيكغاك في زيرو لأنه ما كايناش إيكغاك تما. غادي ندير بلوس، غادي نعمل بزاد. في الأول فاش مضروبة زاد هنايا نضربها في جوج، في الثانية ما عنديش زاد إذا نضربها في زيرو، في الثالثة مضروبة في واحد. إذا نلاحظ بلي هاد إكس إيكغاك زاد كيتكتب على شكل إيكغاك في هاد لو فيكتور هذا زائد زاد في هاد لو فيكتور. يعني شنو؟ يعني ان هاد اكس واي زد راه كومبينيزون لينيير ديال هذا ديال هاد لو فيكتور هذا مع هاد لو فيكتور. هذا نسميه مثلا اكس 1 وهذا نسميه اكس 2. اذا اكس واي زد راه كومبينيزون لينيير ديال اكس 1 و اكس 2. يعني شنو؟ الا كان كومبينيزون لينيير ديال اكس 1 و اكس 2 يعني انه كينتمي اكس واي زد كينتمي لو فيكتور ديال شنو ديال هادوك لي دو فيكتور اكس 1 و اكس 2. حيت لو فيكتور شنو فيه؟ فيه لي كومبينيزون لينيير ياك ديال اكس 1 و اكس 2. بما ان هاد اكس واي زد كومبينيزون لينيير ديال اكس 1 و اكس 2 اذا فراه كينتمي لو فيكتور ديال هاد لي دو فيكتور. صافي، دونك هنايا راه نقدر نمشي بديزيكيفالونس ما عندناش المشكل. وبالتالي دونك كنستنتجو بلي اف هو لو فيكتور، اف هو لو فيكتور دو اكس 1 x2 صافي اللي هو لو فيكتور x1 هي ناقص 1 1 0 و x2 هي 2 0 1. عقلوا لهاد لي ميثود هادي غادي تلقاوها في التمارين. دونك كيقول لك اكتب لي لي سباس اف على شكل فيكتور. اذا نشوفوا الطريقه شنو هي. دائما كنطاقوا من هاد المعادله هادي صافي وكنخرجوا واحد اون فونكسيون ديال لي زوتر. دونك كتبقى عندي كنخرج وحده اون فونكسيون ديال لي زوتر، كنرجع لهداك لو تريبلي ولا لو ان او بلي بصفه عامه وكنعوض فيه صافي وكنعمل. كنعمل بهذوك اللي بقاو ليا، بقى ليا اي و زد، دونك كنعمل في اي وكنعمل بزد صافي. وكنحدد يعني كنكتبو على شكل كومبينيزون لينيير ديال واحد جوج لي فيكتور او اكثر صافي. هذاك هو هذوك هما لي فيكتور اللي غادي نديرهم في الفيكت. ناخذ مثال ثاني باش نضبطوا هذه الطريقه هذه. غادي ناخذ مثلا اش هو لونسومبل دي كوبل. مثلا نخدمو دابا غير في ار كاري بحيث يكون مثلا اكس ناقص جوج ايكغ كيساوي زيرو. بنفس الطريقة غادي ناخد ان كوبل، يعني ناخد ان اليمون من اش، دونك اش فيها لي كوبل اكس ايكغ من اش. يعني شنو؟ يعني اكس ناقص جوج ايكغ كتساوي زيرو. غادي نخرج وحدة اون فونكسيون ديال لي زوطخ، يعني اكس كتساوي جوج ايكغ صافي. هنا مهم نمشي بليزيكيفالونس لانه حسب داكشي اللي شفنا في لي زونسومبل باش تبين بلي ا كيساوي بي كتاخد ان اليمون من ا وكتمشي بليزيكيفالونس وكتبين انه كينتمي لبي. فهنا شوفوا معايا شنو درت. رجع معايا المثال السابق، خدينا عنصر من اف بقينا غادي بليزيكيفالونس بينا بلي هاد العنصر هذا كينتمي لهاد لو فيكت. اذا حسب داكشي اللي شفنا في لي زونسومبل هاد اف هذا راه هو هاد لو فيكت. داكشي اللي درت هنايا صافي. و لي زيكيفالونس راه كنفهمو شنو هما لي زيكيفالونس، يعني عندي الحق نمشي من هنايا وعندي الحق نرجع صافي. يعني كاين الاستلزام المباشر والعكسي، لامبليكاسيون و لامبليكاسيون ريسيبروك. نرجعو للمثال ديالنا اكس كيساوي جوج ايكغ. شنو تندير دابا؟ تنرجع لو كوبل اللي انطلقت منو اللي هو اكس ايكغ وتنعوض وحدة بدلالة الأخرى. سواء بغيت نخلي إكس ولا نخلي إيكغ هذاك ما عندو حتى شي، ما غيبدل ليش النتائج. إذا نعوضو مثلا إكس بجوج إيكغ و إيكغ نخليها. إذا شنو غندير هنا؟ غنعمل بإيكغ، تبقى ليا إيكغ في جوج زيرو. إذا لاحظو معايا بلي هاد إكس إيكغ هذا كيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال هاد جوج زيرو. نقول ليا كومبينيزون لينيير خصو يكونو فيها جوج لي زيليمون جوج لي فيكتور ماشي ضروري،
إلا خدينا غير فيكتور واحد وضربناه في عدد، راه كومبينيزون لينير ديال هداك الفيكتور. يعني شنو؟ إذا هادشي كاين بلي إكس إيكغ كينتمي لو فيكت ديال جوج زيرو. دونك الاستنتاج شنو هو؟ دونك اش راه هو لو فيكت ديال جوج زيرو. شوفوا معايا بلي هاد الطريقة سهلة باش كنبين بيها بلي اش راه ان سو اسباس فيكتوريال بلا ما نمشي ندير يعني التعريف العادي اللي شفنا في الاول. الوغ نشوفوا مثال اخر. غادي ناخذ مثلا د هو لونسومبل، هاد المرة نخدمو مثلا في ار 4. دونك لونسومبل دي 4 u بلاي اكس y z t من ار اس 4 بحيث x كيساوي جوج y كيساوي، هذا راه خديناه سابقا هاد المثال، كيساوي y كيساوي جوج t جوج z كيساوي 4 t. خدمو هاد المثال هذا بنفس الطريقة. دونك غادي ناخد ان اليمون من د x y z t من د. إذن هادشي كاين بلي x كيساوي y كيساوي جوج z كيساوي 4 t. هنا لا داعي انني نمشي ونعوض، ما عندي من نعوض هنا، ديجا المعادله مقاده. هادشي اللي كنت كندير هنا ناخذ وحده اون فونكسيون ديال لي زوتر، هنا مقاده ما عنديش مع المشكل. دونك نرجع نيشان لهداك لو كوبلي x y z t وغادي نعوض فيه. دونك x شنو كتساوي؟ نخلي مثلا x، y شنو كتساوي؟ كتساوي x. z شنو كتساوي؟ z تقول لي هي y على جوج ياك، و y حتى هي نعوضها بدلالة x. دائما الفكرة هي انني نقص في هذوك نقص في لي فاريابل. مثلا هنايا كانوا عندي مثلا 3 بقاو غير جوج، في هنايا كانوا عندي مثلا هنايا في المثال الثاني كانوا عندي جوج x و y بقى غير y صافي. دونك هنايا قلنا y عوضنا ب x، z باش غادي نعوضو؟ z غتقول لي نعوضو ب y على جوج اولا نعوضو ب x على جوج. انا غادي نعوضو x على جوج، انا اختاريت نكمل ب x. وبالنسبه لتي شنو هو؟ 4 تي كتساوي x، اذا تي كيساوي x على 4 صافي. كل مشيتي درتي بحال هكا، درتي x درتي y ثم درتي x على جوج و x على 4 هي صحيحه. ولكن نسينا واحد الحاجه هنايا، نسينا ان y يساوي x، ما دخلناهاش في الخدمه ديالنا. اذا هذا جواب ما صحيحش، ف y يساوي x خاصني نديرها نقص ما امكن من لي فاريابل. دونك خلينا غير x بوحدو. شنو غندير دابا؟ غادي نعمل ب x، بقى ندير x عامل لواحد، واحد واحد على جوج واحد على 4. دونك هادشي كيعني بلي هداك x y z t كينتمي لو فيكت ديال هاد لو فيكتور هدا، واحد 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 على جوج واحد على 4. دونك دير ان سوي سباس فيكتوريال. ناخدو اخر مثال. دونك ناخدو مثلا او ولا ب ايكالا لونسومبل دي تريبلي x y z من R 3 بحيث x ناقي جوج y زائد z كيساوي 0 اي x موا y زائد z كيساوي 0. هنا عندي اي، اذن عندي هنا يمكن لي هاد المجموعة نكتبها بطريقة اخرى الى بغيت. يمكن لي نكتبها على شكل x y z من R 3 بحيث x ناقص جوج y زائد z كتساوي 0. هنا عندي اي، دونك غندير لانترسيكسيون تقاطع. نفس الطريقة x y z من R 3 نديرو هذيك ليكواسيون الثانية x ناقص y زائد z كتساوي 0. دونك هاد الكتابات هادو راه كيعنيو نفس الحاجة، غير هو في الثانية كتبت على شكل انترسيكسيون ديال جوج المجموعات. في الأولى هادوك المعادلات كتبناهم في مجموعة واحدة في الأول. دونك بنفس الطريقة غادي ناخد ان اليمون من ب x y z من ب، كاين هادشي بلي x ناقص جوج y زائد z كيساوي 0 و x ناقص y زائد z كيساوي 0 يكافي. نكتبها بطريقة أخرى في بلاصة الإي هادي، نديرها على شكل ان سيستيم، على شكل نظمة. x ناقص y زائد z كيساوي 0 هلك. قبل ما نكمل غنعطيكم واحد المعلومة،
فبحال هاد لي سيستم يعني بحال هاد النظامات، شوف معايا ديال النظام المجاهيليه ولا هما اكس واي وزد. شوفوا معايا هاد المعلومه هادي، ردوا ليها البال. في النظام بحال هادي هادو كيتسموا لي سيستم لينيير، غادي نرجع لهم من بعد. سيستم لينيير، نظام خطيه. علاش لينيير؟ لانه فيها فقط ملي كنقول شي حاجه لينيير يعني كاين الضرب في عدد حقيقي ولا عدد عقدي وكاين الجمع. الى عندي اكس على بويسونس 2 ولا عندي اكس فوا ايغريك ولا عندي ايغريك على اكس ولا اكس على ايغريك، هادي ماشي سيستم لينيير. سيستم لينيير خاصو يكون فيه الضرب في عدد حقيقي، مثلا تكون جوج اكس ويكون الجمع مثلا جوج اكس زائد ايغريك. دونك بحال هادشي هذا كنهضر على لي سيستم لينيير. كيف ما عندي هنايا عندي فقط الجمع ولا الجمع راه هي بلوس ولا موان بحال بحال، وعندي الضرب في عدد حقيقي مثلا موان 2 هنايا مثلا هنا موان زا صافي. دونك هذا ان سيستم لينيير. عندنا جوج الحوايج خصنا نردو ليهم البال، اللي هما لو نومبر ديكواسيون، عدد المعادلات، لو نومبر دانكونيو، وعدد المجاهيل. إلا كان لو نومبر ديكواسيون سميه مثلا ان ان وهذا ان دو، ولا هذا نسميه لو نومبر ديكواسيون سميه ان او وهذا نسميه ان اي. إلا كان لو نومبر ديكواسيون عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل، ففي الاخر المجاهيل ولا فاش غندير الحل ديال النظام غيعطيني النظام يعطيني حل عادي مثلا فيه واحد جوج ثلاثة في اعداد بحال هكا، ما يكونش ليا اكس و ايغريك و زد. الحلول ما يبقاوش يتعلقوا بهذا الاكس و ايغريك و زد، يعني غادي يكون عندي حل وحيد ديال النظام، غيكون حل وحيد. اما الا كان لو نومبر ديكواسيون العدد ديال المعادلات صغر من العدد ديال المجاهيل، هنا غادي يكون عندي ما لا نهايه من الحلول. يعني الحلول اللي غنحصل عليهم في الاخر كيتعلقوا بهذوك اكس واي وزد، كيتعلق بواحد بهم ولا اكثر. باش نفهموا مزيان هذه القضيه شوفوا معايا هذا المثال. مثلا هذه النظمه هذه اكس ناقص واي كتساوي زيرو واكس زائد واي كتساوي واحد. مثلا هاد النظمة نديرو الحل ديال هاد النظمة هادي. دونك شنو غندير؟ غناخد اكس من الاولى ونعوضو في الثانية، تبقى ليا اكس ناقص ايكغيك كيساوي زيرو، ومن الثانية تبقى ليا ايكغيك زايد ايكغيك كتساوي واحد. اذن الاولى الثانية ايكغيك زايد ايكغيك هي جوج ايكغيك كتساوي واحد، يعني ايكغيك كيساوي واحد على جوج. وفي الثانية تبقى ليا اكس كيساوي ايكغيك، دونك اكس كيساوي واحد على جوج. اذا تشوفوا معايا النظام عنده حل وحيد. علاش؟ لانه العدد ديال المعادلات هو جوج والعدد ديال المجاهيل هو جوج. دابا شوفوا معايا الا خدينا جوج المجاهيل ولكن معادله واحده، العدد ديال المعادلات صغر من العدد ديال المجاهيل، يعني مثلا خدينا غير هذه اكس ناقص ايغريك يساوي زيرو، شحال عندي من مجهول هنا؟ عندي جوج ديال المجاهيل دو زانكوني، وشحال عندي من ايكواسيون؟ عندي اون سول ايكواسيون. دونك عندي العدد ديال لي زانكون ديال لي زيكواسيون صغر من العدد ديال لي زانكون. شنو هما الحلول ديال هاد المعادله هادي ولا ديال هاد النظام؟ الحلول هما دير ليا اكس ايكال ايغريك. يعني مثلا عطوني شي حل ديال هاد المعادله هادي، مثلا واحد واحد هذا راه حل، مثلا جوج جوج، ثلاثة ثلاثة، ناقص واحد ناقص واحد. دونك هادو كلهم حلول، عندي ما لا نهايه من الحلول، اون انفينيتي سوليسيون صافي. لانه في الاخر فاش كندير الحل تيبقى عندي داك اكس و ايغريك. فشوفوا معايا هاد المثال اللي حنا خدامين فيه دابا، المثال اللي خدامين فيه دابا شحال فيه من مجهول؟ عندنا اكس ايغريك زد، دونك ثلاثة ديال المجاهيل، شحال من معادلة؟ جوج معادلات. اذا في الاخير شنو غيبقى عندي؟ في الاخير الحلول غيبقاو كيتعلقوا بسوا بإكس سوا بإيكغيك سوا بزد صافي. بما أن العدد ديال المجاهيل كبر من العدد ديال المعادلات بواحد، دونك كبر منه بواحد، ففي الأخير غيبقى ليا واحد الفاريابل، غادي يبقى بقى ليا فاريابل في الأخر. كون كان عندي مثلا ثلاثة المجاهيل ومعادلة واحدة، في الأخر كيبقاو ليا جوج لي فاريابل. بحال مثلا نعطيكم مثال هنايا، كنا خدمنا
المثال الاول، شوفوا معايا المثال الاول. المثال الاول فين هو؟ دونك هذا عندي x زائد y ناقص 2z كتساوي 0. هذه معادله وحده وثلاثه المجاهيل. اذا شنو هما الحلول اللي لقيت في الاخر؟ لقيت هذا x كيساوي 2z ناقص y. لاحظوا معايا باللي x كيتعلق بزاد وكيتعلق بـ y صافي. اذا في الاخر قولية جوج ديال المجاهيل والجوج لي فاريابل اللي هما زاد و y. ففين كاينه؟ فين هي؟ هي هذه. شوف معايا الحل اللي لقيت في الاخر، هو هذا الحل. جوج زاد ناقص y y و z، شحال بقى عندي من مجهول؟ وعندي ولا شحال بقى عندي من فاريابل؟ بقاو جوج اللي هما y و z، ياك؟ علاش؟ لانه العدد ديال لي زيكواسيون هو واحد والعدد ديال لي زانكوني هو ثلاثة. الا طبقنا هاد القضية هنايا عندي جوج المعادلات وعندي ثلاثة المجاهيل. اذا في الاخر خاص يبقى عندي فاريابل وحدة صافي، يبقى عندي فاريابل وحدة. دونك نمشيو نخدمو هاد المثال هذا. شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ناخد x من المعادلة الاولى ونعوضو في الثانية. غادي x ناقص جوج y زائد زاد كيساوي زيرو. الى عوضنا في الثانية غتبقى عندي جوج y ناقص زاد ناقص y زائد زاد كيساوي زيرو. دونك x ناقص جوج y زائد زاد كيساوي زيرو. في الثانية غتبقى عندي y كيساوي زيرو. نكملو الخدمة، نعوضو في الأولى، نعوضو y بزيرو غتبقى ليا x كتساوي ناقص زاد و y كيساوي زيرو. صافي هذا هو الحل. إذن شنو تلاحظو؟ فاش غادي نمشي نكتب الحل غيبان ليكم. دونك x y زاد شنو كيساوي؟ يساوي، نخلي مثلا x، y شنو كتساوي؟ كتساوي زيرو، و z شنو كيساوي؟ يساوي ناقص x. إذن شحال بقى عندي من فاريابل؟ بقى عندي واحد اللي هو x. علاش؟ لأن العدد المعادلات هو ثلاثة هو جوج والعدد ديال لي فاريابل هو ثلاثة، الفرق بيناتهم هو واحد. إذا داكشي اللي كيبقى ليا ديال لي فاريابل بقى ليا واحد اللي هو إكس. دونك شنو غندير هنا؟ غنعمل بإكس، عندي واحد زيرو ناقص واحد صافي. وبالتالي هاد إكس إكراك زاد كينتمي لفيكت ديال واحد زيرو ناقص واحد. وبالتالي هاد لونسومبل شنو سميتو؟ بي. وبالتالي بي هو لو فيكت ديال واحد زيرو ناقص واحد. اي دونك بي راه ان سوي سباس فيكتوريال دو ار 3 لانني كتبتو على شكل الفيكت. ان هاد الامور هادو يكفي انكم تمرنوا شويه عليهم صافي وغتفهموا هاد الامور هادي راه ساهله. يعني كيفاش كنكتب ان لونسومبل على شكل فيكت راه شي حاجه اللي هي تري سامبل.